السلام ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. مانشستر يونايتد بعد تألق لاعبه المعار 75 مليار لمن يريد حنبعل المجبري. أثار المردود المتميز لعبنا حنبعل المجبري مع فريق بيرمنغهام الإنجليزي اهتمام فريقه المعار إليه حاليا من أجل انتدابه نهائيا، إضافة يتوجه عيون أندية أخرى صوب الموهبة الشابة التي لم يتجاوز عمرها 20 سنة. وبعد هدفه الرائع في شباك ويست بروميتش مساء الجمعة وقيادة فريق الفوز الثمين بعد أن كان صاحب التمريرة الحاسمة لأثمرة الهدف الثاني، تغنت الصحف العالمية بمردود الموهبة حنبعل المجبي على غرار سكاي سبور وصحيفة ريكورد البرتغالية اللي كتبت قائلة: لاعب خط الوسط الشاب هو أحد المواهب العظيمة. وفي ظل اهتمام عديد الأندية باللاعب خرج نادي مانشستر يونايتد ليؤكد أن حنبعل المجبري المعار حاليا إلى بيرمنغهام لا يمكن له بيعه بمبلغ أقل من 24 مليون دولار، أي ما يعادل 75 مليار بمليماتنا، في الوقت اللي طالبت فيه جماهير المان يونايتد بضرورة إعادة اللاعب إلى الفريق فور انتهاء مدة عارته نظرا للإمكانات الكبيرة اللي يتمتع بها في هذه السن. أما رد المجبري عن مستقبله فكان في تصريح مقتضب لقناة سكاي سبور الناقلة للبطولة الإنجليزية، حيث قال إنه في حاجة الآن إلى التركيز والحفاظ على مستواه حتى الصيف القادم، موجها رسالة مشفرة إلى مدرب مانشستر يونايتد. عند سؤاله حول ما إذا كان هذا المدرب يتابع بعد إعارته، فرد المجبري بالقول: أنا متأكد من أن لديه قناة سكاي.